قالك ما غتخدمش دائما عبنا الجرار. لا دابا على هي كتعطي المزال ما كتعطيش الشكاو. نو نورمالمون دابا دابا شوفي دابا كاين جوج بوايج، كاين باش خلاونا كنحلموا ولا اللي كاين دابا. باش خلاونا كنحلموا النهار الاول قال لك اسيدي غتكون احسن نافوره من النافوره اللي كاينه في المحمديه. دابا هاد في الجرادي قادو هاد الحشة ديال الحشة تفاجئنا لقيناها عباره عن قرقره كما كيعبروا الناس كاع ديال السكان ديال الحي. هنا ما كانش عندنا قرقره ولو عندنا الحمد لله خمسه ديال القرقرات مع هاد البلاصه اللي كتعرف الفيضانات. اذا هاد القرقرات هادو يمكن غيصفوا لنا الفيضانات. هذه هي الميزه اللي يمكن غنستافدوا منها. اما هي كعباره عن نافوره هذه لا ما هياش نافوره، هي عباره عن قرقره. اجي تشوف قرب هنا مزيان قرب شوف 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 الاولى غنبداو الاولى نوع دار خام اللي هو هذا. واش هذا الرخام ديال كيتصوب كيتصوب في القرقرات ولا كيتصوب في النافورات؟ هذا ها هو يا ها النوع ديال الرخام، مجرد يتقاس بالماء غيجمع الخز وغيجمع الربيع ويولي عباره عن مصدر ديال الميكروبات ومصدر ديال الناموس ومصدر ديال عدد الاجعاج للسكان. ما هو ها هو انتم كتشوفوا قرب الكاميرا هنا مزيان وشوفوا الرخام اللي خدامين فيه. ها هو يا شوف الجوده النوع ديال الرخام هذه الاولى. الثانيه شوفوا الحاشيه، ها الحاشيه كي دايره، مجرد يدوز اي واحد مجرد طيح الشتا هادشي هذا كله ما غيبقى هنا والو. الثالثه شوفوا القرقرات كي دايرين لهيه راهو فين هما يا. المهم ها كلشي كيبان لكم، ها كلشي كيبان، ها هو يا انتم انتبهوا انتبهوا ها انتم يا ها ها الجوده ديال شنو سميتو. هذه على حسب التصريحات بان غتكون من احسن النافورات اللي كاينه في المحمديه. الا كانت هذه احسن النافورات اللي غتكون في المحمديه، المحمديه خصنا ندفنوها وتهناو منها. كانت مدينه الزهور غتولي مدينه القرقرات. يلا اذا السلام عليكم. وعليكم السلام. رامي علان رئيس جمعيه السكان حي الوحده. اذا حي الوحده اللي كانت تواجدوا في ما يسمى النافورات ديالها، كيسوا هاد النافورات. نعم. النافورات هما الحقيقه انهم ليس ماهوش النافورات. ما عدا حتى شي شكل ديال النافورات اللي كاينين الان، وبالخصوص هذه الكبيره. مازال الصغار يمكن يتصلحوا ولكن هذه الكبيره ما عندها حتى شي توضيح، ما عندها حتى معنى. والمجلس السابق اللي هو كان دار هذا المشروع هو وعدنا وعطانا مواصفات اللي هي ما كاينه منها والو الان. غنعطي مثال، قال لنا مثلا غتكون هي بحال ديال الرشيديه ولا احسن منها، ولكن ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء والو. الان كنشوفوا واحد الصفحه الى غادي نعطي مثال ديال القصبه مثلا، مازال ديال القصبه زينه عليها راه دايره وصوبه مازال. اما هذه صفحه غادي تولي هنايا مثلا ملعب الى الكره ملي تولي ما هما داروها قالوا على شكل ملعب، ولكن حتى المساحه ديال الملعب ما كايناش. كون عكبروها نقولوا ودي ملي غادي ما يخدمش الماء غادي الاطفال اللي يلعبوا هنا ما كاين حتى مشكل. غتولي مدينه القرقرات. اذا انتم كساكنه هنايا يعني ما عجبكمش هذا الشكل هذا ديال هذا تسمى نافوره؟ لا هذه ماشي نافوره حلا ولو مجازا. حنا كانت عندنا مدينه القرقرات الان ولات كانت مدينه الزهور ولات عندنا مدينه ديال القرقرات رسميه. لا الان الان فيها خمسه ولا سبعه سته ديال القرقرات. لنا الشرف باننا غنحصلوا على ميداليه ديال مدينه القرقرات هذه. تصور مزيان الكليت هذا شوف انت شوف شوف الحشه ديال الحشه انت نافوره هي اخويا. هذه دابا الان عباره على نافوره اللي وصلنا الشرف حصلنا عليها هنا في المحمديه من بين خمسه ديال النافورات اللي كاينين في هذه الحديقه هذه. ها انتم قرب هنا شوف الحافه ديالها كي دايره، شوف النوع ديال الرخام، واش هذا رخام ولا حجر يمكن واحد آه؟ شوف من هنايا ها هي ها شنو سميتو. حنا كنطلبوا بإفاد لجنه في صيحاص وتقارن مع ملف اللي كاين في دفتر التحملات ويشوف اذا كانت هذه هي النافوره اللي موجوده في دفتر التحملات نعرفوها. اذا كان كاين خلل هذا كنطلبوا من السلطات المحليه وجميع المسؤولين يدخلوا باش
يسحقوا من هذا الشيء هذا. حنا ما نقدروش نوجهوا لهم حتى شي جهه معينه باش نكونوا واضحين، ما نقدروش نوجهوا لهم شي جهه معينه. اللي كاين هو باننا تفاجئنا، لاننا التصريحات اللي تعطات لينا هو بان غيكون من احسن النافورات اللي كاين في المحمديه. ولكن كنشوف انا هذا الشكل ما كاينش. شو هنا كاين الكازو؟ ما يليق لا الملعب ولا النافوره ولا حتى شي حاجه. هنا كاين الكازو، كاين الكازو هنا. هي محيطه بالكازو كامل، محيطه بالكازو يعني كامل. عندهم كيفاش يدخلوا تماما، ما عندهم كيفاش يدخلوا يلعبوا. كيقولوا شي مسؤولين انها ربما دات باش يلعبوا فيها الدراري كما قال لنا. قال لك ملي ما تيكونش الماء، ما يكونش الماء الدراري غادي يجيو يلعبوا هنا. ولكن حتى لو بغينا نخلقوا هذه القضيه هذه بحال ما هكا، كيخص تكون المساحه كبيره. اش غيلعب الدري هنا؟ غادي يلعب البي. ولكن ممكن اللي طاحوا راه يتجرحوا مع الحديد تماك، وهذا ما عرفش المساحه. تماما، لانهم اللي كيطيح الولد هنايا راه ماشي. هذه اضحوكه هذه بالشكل هذا. هذا الشيء غريب. ما حنا ما متشاورش معاكم انتم كجمعيات. لا والو، حيت هي مشروع ديال المجلس السابق، قال لنا ولدي غادي نديروها في شكل. وتم التنفيذ ديالو في العهد هذا، في هذا المجلس هذا، ما عرفنا كيفاش هذا الشيء. اذا هنا نطرح واحد السؤال، من المفروض قرب ليا، من المفروض هذه غادي ترش واحد الماء، غادي يعطي واحد الجماليه، ملي هذا الماء غادي ترش فين غادي ينام؟ فين غيمشي؟ غيمشي ما عنده فين غيمشي، غيمشي لعند الناس يفسقهم يلعبوا، الناس اللي كاينين هنا كيلعبوا كل شيء. ينضاف الفيضانات، هذا هو اللي كاين، ينضاف الفيضانات اللي كاينه. اضحوك على السكان ديال الحي. اخويا ما نقولش انا اضحوكه، يمكن نقول اسلوب من الاساليب ديال هضر المال العام. هذا ديال المال العام، اسلوب من الاساليب. واش سميتو؟ لذا انا كنبشر كنقول بان احسن حاجه هو ايفاد لجان للتحقيق والتاكيد، نقلبوا دفتر التحملات تشوفوا كي داير، وشوفوا الا كانت هذو هما دفتر التحملات اللي صوبوا هذوك الناس القدام، اذا هما اللي كيتحملوا المسؤوليه. والا كان جهه اخرى اللي لعبت وهذا وما كانش النافوره مطلوبه كما هي، اذا خصنا نشوفوا هذا. اذا بالشان هذا كاينه المقاوله اللي نجزات هذه النافوره هذه اللي كاينين من الخلف ديالنا، نحاولوا نعملوا الراي وراي الاخر ونشوفوا الراي ديالهم في الاشكال الهندسيه الجميله اللي عملوا. هذا هو هنا، هذا الجرده، كان الجرده ديال المحمديه ديال حديقه الوحده كانت معرضه للممات. رفض انه يعطي واحد التصريح بالكاميرا، يعني الرد ديالكم لا. دابا السيد اللي مكلف بالمشروع صرح امام الجميع، ورغم انه رفض يتسجل، بان هذه اون فونتان شاس، يعني انها نافوره يابسه، ويمكن استعمل مصطلح مزيان. الا كانت نافوره يابسه حقيقه، هذه راها يابسه ياك. وزاد عليها من بعد منها، قال لك بانها غتستعمل كما كان للاعب ديال الاطفال. وانا كنتسائل هذه البلاصه هذه واش غتجي تيران ديال شد الباسكيت ولا ديال الفوت ولا ديال شنو هو التيران، شنو هو اللاعب اللي غيقدر يستحملوه هنايا؟ من غير ما فهمتش انايا، الا كان شي لعبه عاد غيخترعوها جديده واللي غيمارسوها الساكنه ديال الحي هذا في هذا المكان هذا، غيكون لهم شرف اختراع ديال هذه اللعبه هذه، ويعلموها لنا، ويمكن نجيو نسجلوا معاهم، يمكن غنديروا شي فريق اللي غياخذ البطوله في هذه اللعبه اللي ما معروفاش اللي غتمارس في هذا المكان هذا. لان كناكد بان صاحب المشروع تيقول بانها سي فونتين شيس، يعني نافوره يابسه اللي غتستعمل في اوقات دائما. يعني ما عرفتش انا علاش داروها نافوره ملي غتستعمل مكان للاعب. الساكنه ديال الحي الوحده، الساكنه ديال الحي الوحده. كيشتو هاد ما يسمون نافورات، كيشتوهم انتم يا هاد الكبيره؟ ما عجبتناش، لان ما داروا لها حتى شي، ما عندها شي شكل، ما عندها شي اصل ولا فصل. لا اصل ولا فصل، معنى خصو ضروري يدورها بشي حاجه اللي تبين بان هكا غيبقاو بعدا يلعبوا فيها الدراري، كيهزوا الماء غيبقاو يعوموا فيها. وحتى انها ما منفينياش منفينيا ما والو. اذا نتمنوا من هادو اللي كانوا مكلفين بالنافوره يحاولوا يفينوها مزيان ويدخلوا على تحسينات اللي تلائم حي الوحده. كيفاش؟ واش ما كانش شي بانو قبل ما يتبناو باش عرفوا شكون اسم المقاوله، تاريخ وانتهاء الاشغال والو، المبلغ المالي كان دايره بالقصدير، وحتى شي واحد ما تيدخل هنايا، والناس خدامين هنايا، تنسحبهم حنا خدامين. تفاجئتوا بهذا العجب العجب؟ حنا كنا معولين على حاجه اخرى، ما كناش كاع كنجيو هنايا، لانه عارفين بانه غتكون شي حاجه اخرى مزيانه احسن منا. ولكن فائده بهم اللي حيد القصدير، تفاجئنا بهذه القضيه هذه، تلقاو انه بحال هذاك الشيء كان غير. انا ما كنقولش انه كيخدموا بزاف لتحت، تحت خدموا بزاف، ولكن هنا الفوق والو. الا جا واحد براني دابا، ولا جا واحد براني نوريه ونقول له هذه راه غيقول لك شنو هذا الشيء، خص تقول لي شنو هو، يقول لك شنو هذا الشيء، عاد توري انت بان هذه نافوره ما عندهاش شي صفه باش تبين راسها مثلا. اذا انت كتمناو كنوا عبقى هذاك القصدير.
مزيانه القنيت هذا. شوف انت شوف الحشه ديال الحشه. انت